سجلت مملكه البحرين مؤخرا ارتفاعا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم واعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 1424 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 10218 حاله منها 26 حاله تتلقى العلاج في المستشفى وحاله واحده في الوحده العنايه القصوى. هذا ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال اليوم كما أعلنت الوزارة تعافي 175 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 279 ألفا و263 حالة